السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في منصة اسمها otio.ai تشتغل بالذكاء الصناعي لتحسين تجربة المستخدم في مختلف المجالات، وتديك أدوات وحلول مبتكرة بتساعد الأفراد والشركات في إدارة مهامهم. طيب هو ذكاء صناعي، فأنا بدل ما أقعد ألف هقعد أسأله ما الميزة فيه عن شات جي بي تي. جاوبني بقى بصراحة. هو متخصص تحسين إدارة الأعمال والمهام بشكل أكثر فعالية. ممكن نربطه بحاجات ينفذها، مثلا نقول له لما مثلا أول شهر ابدأ يدفع المرتبات وحاجات زي كده بيتخصصه. تمام، عنده قدرات محددة بأتمتة المهام أو تحقيق كفاءة أكبر في بيئة العمل، بينما شات جي بي تي بيركز على معالجة اللغة وإجراء الحوارات. في زرار الويب ده بيخليك تدخل على الويب بحيث يجيب لك افضل اجابات او اخر اجابات موجوده. طيب تعالى بقى نشوف الميزه اللي فيه، اللي هي ورك فلو. ورك فلو ممكن اقول له ايه؟ يوتيوب فيديو سمرايز، ابدا الخاص للفيديوهات، ماشي، ابدا اعمل لي قارن بين ملفين. تمام، دي يعني اكتر مهام الناس كتير بتستخدمها، لكن ممكن تعمل حاجه خاصه بيها. ممكن تقول له يوتيوب فيديو تو بلوج بوست، يعني ايه؟ اول ما تشوف الفيديو نشر ابدا انشره على بلوج بوست. فدي بتوفر لك وقت، بدل ما كل شويه اول ما الفيديو يترفع تعمل له شير على، لا هنا تبقى خطوه واحده، اعمل لي تويت معينه من البلوج بوست. ماشي، انت ليك كم واحده في المجاني؟ 10 في الشهر، احنا خلصنا 2 واحنا قاعدين. ماشي، فاعتقد ان احنا محتاجين ايه لو هنشتغل بيها نبدا ندفع فلوس. يعني بص، في اوتوميتد، انا قلت له هعمل بقى حاجه خاصه بيا، ماشي، فاقول له بقى انا عايز ايه، لما تحصل ايه يبدا يعمل ايه، تبدا تختار بقى الحاجه اللي انت عايزها. تمام، بس لازم بفلوس. ممكن تقول له امبورت وتبدا تدخل ملفات مثلا بي دي اف ويبدا يشتغل عليها. ممكن تقول له انا عايز يوتيوب فيديو سمرايز، اول ما يرفع فيديو يبدا يبعت لك ملخص. يعني ممكن تكون شغلتك كلها ان انت بتلخص مثلا فيديوهات للدحيح، فتقول له اول ما الدحيح يرفع فيديو اعمل ملخص عربي وانجليزي وهندي والباني وصيني وابدا ان انت تنشره. تمام، دي بيشرح لك ازاي ان انت تشتغل عليه. الاعدادات بقى ممكن تقول له انا ليا مواصفات معينه خاصه، يعني مثلا ايه، خليك متفائل معايا، تبدا بقى تقول له معلومات عنك وازاي ان هو يتعامل معاك. قول له مثلا انا بحب القطط، فاي موضوع اكلمك فيه دخلني في القطط وكده. تمام، فدي بتبقى كويسه جدا بحيث ان انت تخصص التجربه بتاعت حاسس مع الذكاء الاصطناعي. فبالتوفيق ان شاء الله، اتمنى تجربوه تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، ولو في مواقع حلوه استخدمتوها قولوا لنا عليها برضه.